كانت هذه زيارة ماشي خلقت الحدث، لأن الحدث الأساسي هو المعرض اللي قامته معناها مجلس رجال الأعمال التونسي الإفريقي، اللي هما معناها خدموا خدمة كبيرة، لكن تبقى خدمة مجتمع مدني وخدمة تجار والصناعيين، وبالتالي معناها ماشي خدمة معناها الدول الكبرى. وهنا ربي نحب نذكر حاجة، وأنه الدول اللي حابت تدخل إلى ليبيا في المدة الأخيرة وحابت أن تتموقع داخل معناها المسار السياسي، عندما بعثت الوزراء نتاعها خاصه الوزراء الخارجيه بعثتهم معناها مجموعه كامله، راهو فرنسا مثلا وايطاليا والمانيا، عندما حبوا يبداوا الحوار حقيقه مع حكومه الدبيبه بعثوا ثلاثه وزراء نتاعهم في نفس الوقت. احنا سيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الحكومه المصريه مشى وحده، رئيس الدبلوماسيه الجزائريه مشى وحده، ومعناها السيد المشيشي مشى وحده معناها من غير ما تكون عنده ملفات حاضره ومشاريع حاضره الى اخره. العديد من الناس لاموا على السيد المشيشي انه ما هزش ملفات معاه بيان فيسلي باش على الاقل يقدمهم للسيد الدبيبه وتبدا بالحق المشاركه التونسيه في اعاده الاعمار. هما محقين، لانه عندما نقارنوا وإحنا مجبورين ان نقارنوا، لانه ماناش اللاعبين الوحيدين في المساله الليبيه، نقارنوا مثلا بالمسار، وعندما مشاو هزوا معاهم العديد من المشاريع، وخاصة صحوا 17 اتفاق وبروتوكول مع الحكومة الليبية، وهزوا معهم ثلاثة مشاريع اللي باش يبداو فيهم توا في الأعمار بصفة مباشرة في المنطقة الغربية، في المنطقة الشرقية يخدموا عندهم توا قريب ثلاث سنوات، وعلى رأسهم مسألة مهمة لأقصى درجة بالنسبة لتونس اللي هي الجامعة المصرية، المستشفى المصري، ومعناها ما يسميه هو معناها مجمع الكفاءات، يعني الناس اللي يدربوهم على الإدارة إلى آخره. احنا مشينا فقط عملنا تصاور مع ناس يمثلوا الطيف السياسي صحيح في ليبيا، ولكن طيف سياسي قد لا يكون موجود في المدة القادمة، لأن ليبيا داخل على مرحلة من عدم الاستقرار. عندما إنسان يمشي في زيارة تكون عنده أهداف يرسمها ويقول عليها الفيك دي زوبجيكتيف، شو ما الاهداف اللي قال عليهم السيد المشيشي قبل ما يمشي، وبالتالي معناها ماذا حقق؟ كيف نتحدث على اقتصاد معناها تونس وعوده اقتصاد تونس في ليبيا في حين ان تونس غير موجوده في مناطق ليبيه؟ اليوم وين نحن في الشرق؟ لقد عادت تونس وكان عندها موقف عدائي لمده 10 سنوات للمنطقه الشرقيه في ليبيا، اللي اردنا بكرهنا هي اليوم المضخه الاساسيه للتمويل في ليبيا باعتبار اللي هي فيها الحقول النفطيه. الجنوب احنا مش موجودين. كنت انتظر من السيد المشيشي اذا بالحق يحب ياكد عوده تونس الى ليبيا يعمل كيما المسار. مصر اللي هي في حرب ضد الاخوان وضد المجموعات الارهابيه الى اخره، والموقع نتاعها موجود في الشرق، عندما مشاو لطرابلس اعلنوا على اعاده افتتاح البعثه الدبلوماسيه. انت مشيت معناها لطرابلس لا حكيت على اعاده فتح القنصليه في بنغازي، لا حكيت على فتح قنصليه جديده في مصراته او في سبها اللي هما بوابات الاقتصاد في ليبيا. معناها ما فما حتى شيء، فقط صور. واحد دليل على ذلك انه ما تم استتباع هذه الزياره باي نوع من انواع معناها المشاريع او غيره. لا، وفما مشكله اخرى بربي لهنا نحب نثيرها، انه السيد المشيشي نزل في مطار معتيقه، مطار معتيقه على بعد 200 متر وفما سجن في المطار هذاك تحت حراسه ما يسمى بقوه الردع للشيخ عبد الرؤوف كارا. السجن هذا فيه من العشرات من الارهابيين التوانسه من الدواعش ومن انصار الشريعه ومن مجلس شورى المجاهدين. السؤال الكبير اليوم معناها ليبيا راهي مش اقتصاد، حتى لا يكون هناك وهم أو معناها نحاولوا أن نقدموا الأمور وكأنها أصبحت كلها معناها محسومة في ليبيا، لا، هناك ما زالت مشاكل أمنية كبرى في ليبيا، وقد تشهد ليبيا في المدة القادمة مع انسداد الأفق السياسي في الحوار اللي قاعد يصير اليوم انفجار الأوضاع الأمنية، وبالتالي راهي بالنسبة لنحن ليبيا إلى حد الآن ما زال موضوع أمني بالأساس قبل ما يتحول إلى موضوع اقتصادي. واحد دليل على ذلك انه البلدان الحق اللي تفهم بالحق ايش قاعد يصير في ليبيا، اللي هي قاعده اليوم تنجم تعتبرها هي الراعيه لكل ما يصير على مستوى التمشي السياسي في ليبيا، الى حد الان تتعامل مع ليبيا كوضع امني، وهنا نحكي بالاساس على اوروبا. يعرفوا الاخوه الليبيين اللي الشخص اللي جاهم معنا سيل مشيشي هو بنفسه الموقع نتاعو غير معناها غير مستقر، وبالتالي معناها لا يمكن التعويل عليه معناها بشكل كبير. ولكن الاهم من هذه الكل السيد المشيشي، فما الناس تنسى وما تتبعش الاخبار، السيد المشيشي منذ قرابه شهر ولا شهر ونصف استقبل
سفير تركيا للتحدث معه على إعادة الأعمار في ليبيا، وكأنه السيد المشيشي أرسل برسالة للجميع أن تونس أو معناها الحكومة التي معناها هو على رأسها راهي باش تتعامل مع إعادة الأعمار في ليبيا كمجرد مناول للأتراك. ولهنا نذكر بحاجة أن هناك مجموعات داخل هذا الحزام السياسي للسيد المشيشي التي لا تريد تونس أن تعود بقوة إلى ليبيا، لأنه في عودة تونس بقوة إلى ليبيا هناك نوع من كيفاش يقولوا هي المنافسة لحليفهم الأكبر اللي هو تركيا. حركة النهضة تعتبر اللي معناها ماهيش معناها من أولوياتنا اليوم أن نعود بقوة إلى المنطقة الغربية في ليبيا، لأنه معناها نعرف اللي تركيا لا موجودة لا في الجنوب لا في الشرق لاعتبارات عسكرية، وبالتالي الناس هذوما يعتبروا اللي اليوم لازمنا تونس احنا نتنازل على الحصة نتاعنا في ليبيا، لأنه المنافسة الكبرى اليوم لتركيا في معناها في الغرب الليبي هي تونس والجزائر. المفروض أنها ما تتعملش بسياسة الكراسي الفارغة، لأن اليوم شو اللي قاعد يصير في ليبيا؟ فما مسار سياسي، فما مسار أمني، ومسار دستوري آخر ما نحكي عليه، ومسار اقتصادي، فما أربع مسارات في ليبيا. المسار السياسي اللي قاعد يصير اليوم في ليبيا المكلف بهذا الملف هم الأوروبيين ووراهم شوية الأمريكان والروس إلى آخره. وإحنا إلى حد الآن لا نحن تونس لا الجزائر اللي كان من المفروض أن نكون متقاربين إلى أقصى حد معها في الملف الليبي، باعتبار اللي إحنا الزوز عنا نفس الأخطار، نواجه نفس الأخطار انطلاقا من المجال الليبي. ومصر اللي إلى حد الآن رغم ذلك معناها القنوات ما تفتحتش معها بشكل معناها الكافي. كنا نجمع على الأقل ثلاثة بلدان هذوما كحاضنة كبلدان تطوق لليبيا نلعب دور وازن في الحفاظ على الأقل على المسار السياسي في ليبيا، ونحاول أن نقلل أيضا من التدخلات الخارجية لبعض البلدان في الملف الليبي. ثانيا هناك مسار خطير جدا لكن ما تحدثوش عليه نحن، هو المسار 5+5 أو المسار الأمني العسكري وتوحيد المؤسسات العسكرية ونزع سلاح الميليشيات، وخاصة النقطة الثالثة وهي الأخطر بالنسبة لتونس ما يسمى بإخراج الميليشيات من ليبيا. هي حتى في التسمية متاع النقطة الثالثة هذه إخراج الميليشيات من ليبيا خطر على تونس، لأنه لم معناها يتفق معناها المجمع متاع الدول الغربية على التسمية الحقيقية. نحن لا نريد إخراج المرتزقة من ليبيا، نحن نريد إعادة المرتزقة من حيث أتوا، لأنه في المرتزقة اللي تم معناها جلبهم من سوريا هناك مقاتلين توانسة، هناك مقاتلين من ليبيا، هناك مقاتلين من الجزائر، والناس هذوم هل سيتم معناها إخراجهم إلى أين؟ وهذه هي المشكلة الكبرى. ولهنا أكد لك مسألة هو أن البلدان الغربية أو بعض منها لا يريد إعادة المجموعات المرتزقة إلى سوريا، لأنه انتهى الوضع السوري وحسم هذا الملف على المستوى العسكري والاستراتيجي، وبالتالي يحب يحافظ عليه في المنطقة هذه حتى يبقاوا تحت التأثير أو تحت اليد الطولة لهذه المجموعات أو هذه الدول. السيناريو الأول نبدأ به هو السيناريو في ليبيا، لأنه نعرف أن ليبيا اليوم ماشي في نحو معناها اتجاهين، يما اتجاه اتفاق سياسي المرور الانتخابات الاتفاق على الدستور وشكل الدولة ومعناها شكل النظام، وتصبح ليبيا نسبيا فيها حياة سياسية عادية إلى آخره. وقتها احنا كتوانسة نجم بالحق تكون عندنا استراتيجيات واضحة لون تيرم معناها على معناها مستوى اكثر معناها وضوح على المستوى السياسي الاقتصادي الامني الى اخره، وحتى الاندماج المجالي. فما وضع جديد قاعد يتكون اليوم في ليبيا، ان شاء الله تصير انتخابات حتى تتبلور اكثر الصوره في ليبيا، ولكن الى حد الان انا شخصيا ادعو معناها الحكام في تونس والمسؤولين على الملف الليبي ان شاء الله يكون فما مسؤول بركة معناها خلينا نفهموا معناها الاستراتيجيه نتاعنا، يحاول انه ياخذ بعين الاعتبار انه الوضع في ليبيا مفتوح على كل الاحتمالات، ما في احتمال انفجار امني.